السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية تحول النهار إلى ليل في المنام. قدم ابن سيرين تفسير يخص تحول النهار إلى ليل في المنام، وقال أن الشخص الذي يشاهد هذا الحلم يرمز إلى صلاح حاله والتوبة والتقرب من الله. وعندما يشاهد الرائي في المنام تحول النهار إلى ليل يحمل ذلك معنى تحقيق أحلامه بعد كثرة العمل عليه. إذا شاهد الشخص في المنام تحول الليل إلى النهار ثم إلى نهار مرة أخرى يدل على حيرة الرائي في اتخاذ قرار مهم في حياته وأن عليه حسم القرار. تفسير رؤية تحول الليل إلى نهار في المنام للعزباء، فهو دلالة على مقابلة أشخاص تحصل منهم على منافع كثيرة بإذن الله، وأيضا تدل الرؤية على أنها تواجه بعض المشاكل ولكن سوف يأتي الفرق قريبا. في حال رأت تحول الليل إلى نهار العزباء يرمز إلى حصولها على الراحة والحياة السعيدة بإذن الله. أما رؤية المتزوجة أن النهار يتحول إلى ليل مليء بالنجوم يدل هذا على تحقيق أحلام الرائية بإذن الله. تحول الليل إلى نهار في منام المتزوجة يؤول إلى حدوث تغيرات إيجابية في حياة الرائية، ويرمز هذا إلى وجود منافقين أيضا في حياة الرائية عليها الحذر منهم. أما إذا كانت حامل وشهدت رؤية تحول النهار إلى ليل يرمز هذا إلى شفاء الرائية من الوعكات الصحية وتحسن صحتها بإذن الله. إذا شهدت الحامل أنها ترى غروب الشمس في النهار يدل هذا على تخلص الرائية من المشاكل التي كانت تعاني منها وسداد ديونها. رؤيتها للنهار يتغير إلى ليل يشير إلى قدرة الرائية على التأثير على المقربين إليها وحل مشاكلهم. أما إذا كانت مطلقة وشهدت رؤية تغير النهار إلى ليل يؤول إلى تحسن الأوضاع المادية في حياة الرائية إلى الأفضل والحصول على رزق كبير. إذا شهدت المطلقة في الحلم أن النهار بدأ يتغير إلى ليل بشكل تدريجي يرمز ذلك إلى إقدام شخص على طلب الزواج منها بعد فترة طويلة من التعرف عليه. رؤية المطلقة تحول النهار إلى ليل يدل على ضرورة التقرب أيضا إلى الله والقيام بالأعمال الصالحة. أما في منام الرجل إذا شاهد أن النهار يتحول إلى ليل يحمل هذا معنى الوصول إلى منصب مهم في عمله وبيحتاج تحمله للمسؤولية. عندما يرى الرجل تحول النهار إلى ليل يفسر أيضا على مواجهة الرائي مشاكل هتنتهي بخير وسلامة. في منام الرجل المتزوج أن القمر يحل محل الشمس يدل هذا على حصول الرائي على حياة زوجية سعيدة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.